السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة كويسين، وكل سنة وانتم طيبين. طبعا بقى بصوا بقى يا جماعة، لحد يقول لي انتوا عاملين ايه ولا مش عاملين ايه؟ السلسلة دي سلسلة تعليمية، طلع لكم بالعصاية النهاردة، بس ليه ما بتكملوش الفيديو للآخر؟ لا انا عايز افهم ليه ما بتكملوش الفيديو للآخر؟ طب انا طالع بعلم نفسي، يعني طالع بعلم نفسي، قولولي. وانت ليه لو بتتفرج اول مرة بتشتركش؟ طب اقول لكم ايه، كده ما ينفعش، احنا في سلسلة تعليمية، ده النهاردة لسه تاني حلقة فيها. واقول لكم على حاجة، عشان تكملوا الفيديو للاخر، اي خدمة هطلع لكم حمام في الفيديو ده. يلا طالما انتوا بقى ايه مش عايزين تاخدوا المعلومة، اطلع لكم حمام. صباح الفل عليكم يا جماعة. طبعا يا جماعة ان شاء الله الحلقة دي تاني حلقة في السلسلة التعليمية اللي هي بداية الحمام من النهاية، يعني من البداية للنهاية، اللي هي سلسلة اسمها قلت لكم ايه، سنة أولى حمام، سنة تانية حمام، مش عارف ايه. خلصنا سنة أولى خلاص بقى البداية، وايه اللي تعمله عشان ترضي أهلك وترضي ربنا. وقلنا تجهيز المكان، جهزنا مكاننا، رضينا أهلنا خلاص، وظبطنا الدنيا، جبنا الطواجن والمسائي، كل ده قلنا في الحلقة اللي فاتت في سنة أولى. طبعا النهاردة يا جماعة سنة تانية، ازاي تربي، ازاي تجيب الحمام، وازاي تشتريه. طبعا يا جماعه ايه الانواع اللي تبدا بيها وازاي تشتريها. طبعا المفروض كانت الحلقه دي ازاي تعرف الذكر من النتايه، بس يا جماعه ما حبيتش اعملها عشان انا عامل حلقه ازاي تعرف الذكر من النتايه، روح اتفرج عليها عشان خاطر ما تبقاش حلقات متكرره كتير، ماشي؟ فباذن الله ازاي تشتري الحمام اللي هتجيبه، وايه الانواع اللي هتبدا بيها. طبعا يا جماعه يلا بقى، عايزكم تكملوا الفيديو للاخر، ولو انت اول مره بتشوفني اشترك في القناه، ديني بقول لكم اهو بس كده احسن والله العظيم. طبعا يا جماعه ان شاء الله الانواع اللي هتبدا بيها، تبدا بانواع بسيطه. يلا بقى هو فرق على الحمام. مثلا يا جماعه عبسيه زي دي اهي، قص مثلا عبايسه زي ده، ما تثبتي بقى، ده انت حمامه ليه؟ مؤاخذة يا جماعه، عبسيه زي دي اهي، ماشي، عبسيه زي دي. طبعا يا جماعه قص زي دولك، يعني بص هو فيهم محابس وفيهم الكلام ده كله، قص زي دولك يا جماعه يعملوهم مثلا 60 70 جنيه، ان قصيرين ويعني مش قد كده. هتبتدي بحمام زي ده، ما هو الحمام ده اللي بيجيب الحمام النظيف، ماشي، قص زي ده. تعالى انت بس كده، طبعا الكريزلي ده يا جماعه كبير في السن، بس انا ايه قص كريزلي زي ده كده يا جماعه، الحمام مش عايز يزهق. يلا امسكوا اي مسه وخلاص. بص يا جماعه قص كريزلي زي ده، ماشي، قص زي كده يعمل له في حدود كام؟ برضك يعمل له من 80 ل 90، ان الكريزليات دي نضيفه شويه. المهم يعني اي نوع كريزلي، انا بقول لكم الاسعار ودلوقتي هقول لكم ازاي تشتروها، بس بوريكم كام نوع اللي تشتريه. طبعا دي ايه اللي بس انا ما عنديش مثلا حلبي، ما عنديش كركندي، بس انت تجيب حلبي وتجيب كركندي. الحمام ده يا جماعه جامد في البدايه، وحمام سخن، وحمام بيشتغل، وحمام بيزق زغاليل، تقدر تطور من نفسك منه. تجيب مثلا شقلبازيات، بص كشك زي كده. طبعا ده يا جماعة كشك طالع من نوع لنوع، بس مش قصدي يعني، بس بوريكم منظر كشك زي كده، قص زي كده يعمل له بتاع 80 90 جنيه، ممكن يوصل ل 100 جنيه، ممكن يوصل ل 100 جنيه. الأنواع دي بقى يا جماعة هي اللي بتشتغل، الأنواع دي هي اللي سخنة، الأنواع دي هي اللي تقدر تعمل من وراها حمام. يعني أنت بسم الله ما شاء الله، أنتوا عارف اللي متابعني من زمان عارف إن أنا عندي 5 أصوص تحديد، بسم الله ما شاء الله ربنا يحفظهم، عملوا لي الغية دي، جابوا لي حمام غزار قبل كده وجابوا لي حمام غزار دلوقتي من 5 أصوص يا جماعة، بسم الله ما شاء الله. بس أنا مش بخمس، أنا بقول لكم يعني 5 أصوص. ليه بقى؟ بسم الله ما شاء الله الحمام ده حمام عافي وسخن، بسم الله ما شاء الله. يعني بص اقول لك على حاجه، بيبقى لسه الزغاليل لبه ما عندهاش 15 يوم ولا 10 ايام ولا القص حصل، بسم الله ما شاء الله بينتجوا لي كميات كل شهر مثلا في حدود 15 زغلول ولا حاجه زي كده، ابيعهم واطور والكلام ده كله. بس كل ده هعرفكم ازاي تعملوه، باذن الله هيبقى عملي تاني في السلسله دي، يعني انزل ما وريتكم عملي في لما جبت الصخر ورق والرحنه والبل، ما قلتها لكم عملي لما نزلت السوق، هقولها لكم عملي برضك تاني
بس فيديو جايد، يعني فيديو في السلسلة دي ازاي بقى تشتري الحمام ده من السوق. طبعا يا جماعة ما تثقش في كلمة اي تاجر، ما تثقش في كلمة اي تاجر. ممكن تاجر يقول لك ده قص وشغال ومش عارف ايه، وتروحت في البيت تلاقيك اتضربت على عينك. انت اما تيجي تشتري الحمام ده، الحمام ما تشتريهوش كبير في السن. الحمام ده تجيبه شبابات، عليها رشتين، عليها ثلاثة ان شاء الله لو زغاليل صغيرة، وهتصبر عليها بس حاجة مضمونة اللي انت تشتغل بيها. ما تجيبش حمام كبير، اولا لو حتى شغال هيكون خلاص اشتغل كمية كبيرة مش هيديك الشغل اللي انت عايزه. فانت نصيحة، لما تيجي تشتري حمام تشتريه سن صغير شبابات، يا اما تجيبهم من حد ثقة لسه شبابات او صغيرين، ما تجيبش حمام كبير عشان يشتغل عندك فترة اطول ويبقى فيه صحة ومجهود اطول. وزي ما قلت لك ما تثقش في كلمة تاجر. ان شاء الله اعرفك ازاي. كان في سلسلة، كان في حلقة مش عارف فاكر اسمها ايه، عاملها برضك عندي، ان انا يعني في التجارة والكلام ده كله اللي تعمله عشان خاطر ما يضحكش عليك. طبعا انت خليك ناصح، خليك عندك نظرة في فرد الحمام، فرد الحمام ده يساوي ولا ما يساويش. بس ان شاء الله كل ده برضك هتتعلمه واحدة واحدة بإذن الله هتوصل. وزي ما قلت لكم في الحلقة 16 اللي هي رابعة جامعة ان شاء الله هيبقى في جايزة لأسئلة، حلقة هنعملها أسئلة واللي هينجح فيها ان شاء الله ليه جوائز كتيرة. طبعا دي يا جماعة الحلقة بتاعتنا النهاردة، انواع الحمام اللي تبدأ بيها وازاي تشتريها. ان شاء الله الحلقة الجاية الحمام ده اول ما تجيبه هتعمل معاه ايه، وايه التحصينات اللي تعملها مع اي حمام جديد تجيبه. لو انت غاوي بتجيب حمام جديد اقول لك على تحصينات وحاجات تعملها ان الحمام ده ما يتعبش عندك. فانتظر الحلقه الجايه تعرفوا في الحلقه دي لو ما كملتش للاخر. كان معكم يوسف صبحي، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.